ما بترديش عليا ليه؟ طمنيني طبعا، من حسن عامل ايه دلوقتي؟ انا عايزاك تطلقني يا ياسين. انت اتجننتي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ الجنان الحقيقي ان انا وانت نكمل مع بعض. انا ابوكي ضربني بالنار وعديتها يا عايده عشانك. وانا اخويا مات، وابويا دلوقتي من الحي والموت، ومش عارفه الدور الجاي على مين، اعمل ايه؟ انا ابويا ملوش علاقه باللي حصل ده. انت لسه هتصدق الكلمتين دول؟ ابوك مش هيسكت غير لما يخلص على عيلة الدرغام كلها. وانا مش هطلقك يا عايده، لو انطبقت السما على الارض مش هطلقك. انا ابوكي هددني بالموت ما عملتهاش، هعملها عشان شويه كلام فارغ في دماغك؟ ماشي يا سين، بس انا موت اخويا ويطم ولاده ورمي تويه بالشكل ده، انا مش هسكت عليها. من فضلك ما تصعبهاش عليا، من فضلك يا سين. هما كلمتين ساعة غضب وراحوا لحالهم. مفيش راجل عاقل بياخد على كلام النسوان. سيبها يومين كده تكون هديت وانا اصالحكم على بعض. استغرب ليه؟ مفيش عداوة بتدوم، ما دايم غير وجه الله. كل حاجة في الدنيا بتتغير وممكن في لحظة واحدة. انا يهمني بس انك تقوم بالسلامة كده، ها، ونروح بيتنا، تروح على شقتك اللي انا جبتها لك، وبعد كده يا حلال حلال. يلا سلام.